Unit 12, Dahlia saves the village. دي ستوري بتقول لنا داليا أنقذت القرية. الكاركترز بتوعنا الشخصيات هم داليا، جرامبا، جراما، داليا's براذر طارق، جميلة، داليا's مام، وليد، داليا's داد. يبقى أخو داليا طارق، مامتها جميلة، باباها وليد. احنا فين؟ A village in Egypt، قرية في مصر. داليا's house، في بيت داليا وبيت جدها وجدتها، grandparents house. والتايم اللي هنتكلم فيه morning الصبح وevening بالليل. عندنا الصفحة دي هتبقى dictation، wheat اللي هو القمح، crop محصول، maize ذرة، irrigation الري، irrigation canal قناة الري، wheat flour دقيق اللي معمول من القمح. دول الست كلمات دول هيبقوا dictation. بس نعم، عايزة كل بس ناخد ديكتيشن ما ناخد اليونت كلها تعطينا لسن بلسن. هو أصلا دي ستوري عشان الستوري متقسمة ل beginning بداية، middle وسط، و end النهاية. هنبتدي مع ال beginning وهناخد هنا the problem، ايه المشكلة اللي حصلت. بيقول لنا هنا داليا lives in a village in Egypt، داليا عايشة في قرية في مصر. One evening، الكلمات اللي لونها pink برضو dictation. One evening، في ليلة من الليالي، she's doing her homework on her computer، كانت بتعمل الهومورك بتاعها على الكمبيوتر. She's doing research about crops in Egypt، كانت عن كان عبارة عن research، بحث عن المحاصيل في مصر زي wheat القمح، maize الذرة، and rice الرز. And it's very interesting، وكان البحث ممتع جدا. Wheat is an important crop، القمح طبعا محصول مهم جدا in our country، في بلادنا. And we use it to make bread، بنستخدمه عشان نعمل العيش. داليا looks at the pictures، بصت كده في الصور، of delicious Egyptian bread، للعيش المصري اللذيذ. داليا likes بلدي bread best، داليا بتحب العيش البلدي جدا. Which is your favorite؟ انت بقى بتحب ايه؟ هنيجي بعد كده بتقول لنا داليا's mom، مامتها اللي هي جميلة، is speaking to داليا's dad، مامتها بتكلم باباها اللي هو وليد. Who looks sad، يبدو حزينا. بتقول له the crops are not growing well in the village، بتقول له المحاصيل مش بتنمو كويس في القرية. فقالت له this is a problem with the water and we have no irrigation، دي احنا عندنا مشكلة في المية وما عندناش ري. سيز جميلة تو داليا، مامتها مامت داليا بتقول لها هي we need to help everyone in the village with their crops، احنا محتاجين نساعد كل الناس اللي في القرية علشان المحاصيل بتاعتهم مش بتنمو، في مشكلة في المحاصيل.
مين اللي قال الكلام ده؟ طارق أخوها. But what can we do؟ داليا بتقول لهم طب وإحنا هنعمل إيه؟ نقدر نعمل إيه؟ فداليا قالت It's very simple. Let's call everyone in the village on social media. قالت لهم طب الموضوع بسيط، إحنا هندعو كل الناس اللي في القرية على السوشيال ميديا. We need to help our village. لازم نساعد القرية بتاعتنا. داليا's family gets water from the Nile. عيلة داليا بتاخد المية من النيل. But the irrigation canal، القناة بتاعة الري اللي هي بتوصل المية بتاعة النيل لحد المحاصيل لحد الأرض، is not working، مش شغالة، يعني المية ما بتوصلش من النيل لحد الأرض الزراعية اللي فيها المحاصيل. She tells everyone in the village about this problem on social media. ابتدت بقى تنشر المشكلة بتاعتها بتاعة القرية على السوشيال ميديا. Then meets everyone in the main square. وقالت لهم احنا هنتجمع، الناس اللي في القرية قالت لهم احنا هنتجمع كلنا في المين سكوير، في الميدان الرئيسي، مين سكوير اللي هو الميدان الرئيسي، ونتكلم عن المشكلة دي. A lot of villagers، villagers اللي هم الناس اللي عايشين في القرية اللي هم القرويين، كتير منهم قالوا they can help، ان هم هيساعدوا في القصة دي. فهي عملت دعوة على السوشيال ميديا ان هم عندهم مشكلة في القرية ويتقابلوا في المين سكوير في الميدان الرئيسي، ونقعد نتكلم في القصة بتاعة البروبلم دي، المشكلة بتاعة الري. هنحل الاكتيفيتيز. يلا شام نمبر 1. يلا يا ميسي، داليا can you meet in a village in Egypt? true or false؟ ماشي true يعني صح؟ yes true. برافو. نمبر 2 يا ميرال. داليا is a teacher. False. فولز. تمام. بس يا مس هو نعم قال لنا نكتب يا مس صح وغلط، ما قالناش نكتب true false. اكتب اي حاجة يا آسر مش هتفرق. إيثار نمبر 3. داليا is doing research about crops. ترو برو. أدهم نمبر 4. داليا doesn't like بلدي بريد. صح يقول لك قصدي لا doesn't لا like. تي 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 false غلط، بتحبه. محمد عادل the crops are not growing well in the village. فولز امال كانت ايه المشكلة؟ واو كترو انتوا نايمين؟ طيب داليا doesn't want to help her village. الفلسة تمام. يوسف عصام نمبر 7. مس the irrigation canal is not working صح تمام ترو. حمزة نمبر 8. Villagers don't want to help.
غلط. فولز. تمام. complete. يلا يا آسر، number one. Daniel lives in a village in Egypt. okay, in a village in Egypt. يوسف مراد، number two. داليا is doing research about البحث بتاعها كان عن ايه؟ سوسيل بس البحث بتاعها كان عن السوشيال ميديا. ايوه أو أنت كنت بتسمع قصة تاني صح؟ لا هو ده نعم number two. داليا is doing research about ايه؟ مش انا عارفة بس مش عارفة ولا بس أنهي عايزة كلمة؟ رقم 1 عند الشمال water. لا مش اسمها بتقول لا يا جنب سلام نمبر 1 على الشمال. جنب نمبر 1 على الشمال. اوكي crops. تمام. ايوه داليا is doing research about crops in Egypt. مالك؟ حاضر يا مس داليا لايكس نوت بريد بس بلدي بريد بلدي بريد. بريد تمام excellent. داليا likes بلدي بريد best. آدم ايوه يا مس there was a problem with the A in the village. water تمام. وآخر واحدة، داليا calls everyone in the village on social media. مش لو نكفر نخش تاني No. مش هنقدر ناخد الفقرة التانية نمبر 3. لا نمبر 3 مش هنحله كده كده. أسئلة الستوري بتيجي يا إما read and complete يا إما true or false. طيب